يقولون إن العتب دليل المحبة، ولكن بعض العتب إهانة لك. فالمحبة تفترض التبادلية وليس الأحادية. لهذا فعندما تعاتب شخصا على عدم اهتمامه بك فأنت تهين نفسك، لأن الاهتمام مطلب لا يطلب. عندما تعاتب على أمور بديهية فأنت لا تقرأ الإشارات بل تتجاهلها، لأنه لا توجد علاقة تنتهي فجأة، بل هناك تدرج لم تلاحظ أو كنت مشغولا بالعتب عليه. نصيحة: نعم العتب دليل المحبة، ولكن الكرامة أهم من الحب، ولهذا عامل بالمثل واحفظ كرامتك، فمن أرادك سيجد من ثقب الباب مدخلا إليك، ومن بغضك لن يرى أبواب العالم كلها التي توصل إليك.